بالطريقة دي وهمسك طرفين الإحرام مع بعض كده وهخليهم على الجنب. مش فرقة طبعا الجنب اليمين أو اليسار، اللي يريحك والطريقة اللي انت تقدر ايه تكون أسهل لك. أول خطوة رقم واحد، هحط إيدي الشمال هنا وهلف في الإحرام بالطريقة دي، وهحط مرة تانية هنا رقم اتنين وهلف بالطريقة دي. جميل، همسك الإحرام من هنا وألفه لتحت ومن ورا واديله كمان لفة بالطريقة دي. بسيطة كده، الإحرام دلوقتي من تحت بقى واسع معاك وتقدر تعمل اللي انت عاوز تعمله، حتى ممكن تجري طبعا، مش هتقدر في الزحمة بتاعت الطواف. طيب دي رقم واحد، ومحدش هيقدر كده يشد منك الإحرام. تمام، دلوقتي نيجي نلبس الجزء اللي فوق. هلف الإحرام على جسمي من فوق زي ما انتم شايفين كده، وهخلي الجزء اليسار أقصر من الجزء اليمين، وهدخل الجزء اليسار في الإحرام من هنا. تمام، حتى منه بس صغير كده، وهمسك الجزء ده وهلفه. إذا كان أول ثلاث أشواط من الطواف زي ما أنتم عارفين هيكون الضباع، هطلعهم بره، وإذا كان بقية الأشواط هدخلهم جوه. وبنفس الطريقة هقوم لافف الإحرام بالطريقة دي. تمام، أجيبه من ورا من هنا وهدخله في المكان المفتوح هنا، ومن تحت تاني أنزل أمسكه من هنا وشيل. جميل كده، أنت بقيت جاهز لأداء مناسك العمرة. تقبل الله منا ومنكم صالح.